السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو عن التحدي. بلال اعطاني تحدي بالجيم والتحدي على $1000. نعم، اعطيني هون. لا تمام، التحدي بعطيك اياه، بس خلينا نحكي التحدي شو هو. اعطيني هون. لا بتسوي التحدي بعدين بعطيك اياه. التحدي هو انه الجيم كلياته يكون بالفيكتور وكار بس، ومركز اول 15 كل، تحت ال 15 كل وما انه مركز اول ما بياخذ شيء. الجائزه هي $1000. طيب ليش ما بتقسم المصاري على كم سلاح يعني؟ لا هلا مسموح يستخدم اي سلاح لبين ما يلاقي الفيكتور، بس بعد ما يلاقي الفيكتور ما فيه يستخدم غير الكار والفيكتور فقط. مع 15 كيلو ومركز اول. ما جاي تسمعني؟ اول ما تلاقي الفيكتور اعطيني. هذا هو التحدي وهي المصاري. لا ما راح اعطيك، عندي فرجيهم على الكاميرا. وهي المصاري، هدول 10,000 كرون بما يعادل $1000. لا بعد التحدي. على الكل كيف تعطيني شو اسمه؟ هاي بغير تحدي بعمل لك اياها. وعد. شهود. شهود، انت شهود وهو وعد. غير تحدي، على الكل كيف بيعطيني مصاري كاش. المرة راح امرق لك اياها بعد الجيم. ماشي. ماشي، لو خليكم مع الفيديو، استمتعوا بالفيديو، والسلام عليكم. يا حاويات. طيب حدد بلقي ما لقيت فيكتور. يا فيكتور يا روسيا يا امبي. يا توميجا. توميجا. حلو. يعني الرشاشات الخفيفة. محمد دازل لك محمد. يلا. لا ما حدا يسرق كل هذا. يا سعد بس اعطي الشباب كيفهم؟ دوك دوك. بدي اغير رايي. معنا سكواد. 15 كيل ما؟ ايه. ايه. لك لقيت 15 كيل. لا خالص عيب عليك ولو. اصلا بلال مو قاعد يسرق لك. بلال وينك بلال؟ كابوس وين رحت انت؟ خلينا نلاقي سلاح ربك. قبل ما يجي على الحلقة نبدأ الهنجر، خلينا ندش عليه. ون في سكواد بجورج قول. ها ليكم راحوا على هذاك الطرف. تاخذ هذا. تاخذ الدي بي كمان اذا بدك. ولا لك خلي دي بي. خذ خذ. ما معي شنطة. خذ 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 كل هذول يلا. بدي شنطة. تعالوا هذول عم يفتروا علينا يا زلمة. طول بالك لجيب سلاح. الطرف الثاني. قدامنا في فرد فلير. انا ماخذين فلير. اثنين نوب. جاهم الثالث. لا يا الله. لا 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 لا.
كفو 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 كفو. ما خلص المخزن. مركز اول. مركز اول. طب خلص انا اجيبها. وانت جبتها انا. عادي يعني قهرمان نجيبها. يا جحش لا تسرق. لا تسرق كله يا جحش. العمى شو واطي بده يسرق لي الكيل يا الله. هذا البوت ترى ولا فوق على شو اسمه ما س... ما بعرف يمكن سرق مو مبين هذا. لا لا ما سرق مو مبين هذا. انفور عندك على الحاويات ولو انفور هذيك لي. ايش الحمد لله ما سرق لي. قلت لك هناك هناك بس بدي طلق يوم بيه. اجاك الفلير في كار هون و... يلا جيتك كابوس. شيل الكار شيل بلا ما ياخذه محمد. تعال شيلوا هذا. لا معي رشاشين انا راح نلعب بس هذاك. تعال شيلوا هذا كهرمان. تعال تعال شيلوا كهرمان. تعال وين وين انا بشيله. شو تشيله ما تشيل يا زلمه بده يعطيني اياه لي. بوت هذاك شيلو كهرمان. هذاك بوت تعال شيلو. اجانا عالم من هون. ضم راسك لجوا. ضم راسك لجوا. هذا البوت ما بده يموت. هذا مو بوت يا الله. كيف عم يركض هذا؟ وين الكار يا سنايبر؟ جوا جوا هدول اللي قتلناهم. تعال تعالك اهو هداك اللي قدامك. بدي طلق يوم بي. ما حدا عنده زياده. تاخذ طلق اخر. هاي هون صفحين طلقه هون. تعال في صفحين طلقه هون. شلت الجروزه من الدروب. انا شو دخلني بالجروزه؟ روح شيله انت. تعالوا شلت واحد. عم يشيل صاحبه. وين هو انمي؟ جاي ليك هون كهرمان. انميز اهيد. قاعد لك هذول خالصين. سكواد ثاني سكواد ثاني سكواد ثاني اللي بالبيوت. بعد شوي بس ينفجر السيارة. فجرها. هذاك نزلت من هون واحد. شالني. جوا جوا هاي قهرمان جوا البرج. طابق اللي تحت. جوا البرج طابق اللي تحت. كفو. إذا تقتلوا قنبلة ما نزل بالقنبلة؟ خربت الدنيا هون يا زلمة. طيب حسبوني كير يا زلمة. انا ضرب هون بضرب هون ما قبل شيء.
خالصين شو ما خالصين؟ في واحد هون مو خالصين ولا شيء. enemies ahead. اه شلتوك مين شالو؟ form up on me. مين ما يشوفنا من وين بيقول هاكر؟ هاكر طاير، سيارة طايرة. هاي شوف هدول الست البقيان وين يعود. هنن هون. لا تفنس ما تفنس لا يا الله لا دمج كتير اثنين نوك نزلت منهم دخلوا على البيت طيب تعالوا لعندي قربوا بالسيارة فار مرة مشان ما يشيلوكم من هنيك تعا هذول كيلات عندي كمان عم تلقلق يلا الحمد لله هلا اخذت الدرع مين عم يضرب؟ كابوس هذول خالصين اذا انت عم تضرب قول بيان عندي دي اثنين وجيب شو اسمه التحدي تبعك تعالوا على الدائرة واخذ الدروب انا اخذ الدرع رأي الآن طفطيس طفطيس طفطيسة ما حد بيان على لك خرمات؟ اثنين حلو يلي دي هون؟ ايدك عن الدروب بلا ما اقطع لك يا بلال ها ماخذين كل شيء فيها هدول بس الحمد لله الدرع والخوذه موجوده
جيب معك سيارة كابوس. جيت معنا. Enemies ahead. شفت واحدة هون بس هون يمكن باقي. لا رباعية. ندور عليهم. الله عليم وين بكونوا مكامبرين. احتمال مكامبرين بالبيت اللي قدامنا. يلا بالطابقين. تعالوا تعالوا هو هنيك قدامنا. Enemies ahead. جيب السيارة بلالو. لابس حشيش مكمل. صاحب جماعته هون. الله عليم وين مكمبر. اوه اوه لحقتك انت لحقتني وانا لحقت الكل ال 15. كانوا اثنين، واحد مكمبر واحد عم يضرب. جبت 15 على الاقل. يرضى عينك. يسرقوا. تعال 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 وقفوا وراي، تعال وقفوا وراي. يسرقوا ولا اخر اثنين. لا لا اعطيها رقصة اعطيها رقصة وراي. واحد اثنين ثلاثة. ابو البي كيسي. هذا محمد بيان؟ ولا كابوس؟ اللي كان بقيان، كابوس. ليش عم يعبيها ما فهمت؟ في مرحلة تانية. لا ضربت. حبايبي ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو وعجبكم الفيديو وبلال اللي بجيبها كات. والله اتمنى الفيديو نال اعجابكم والتحدي كمان والتحدي نال اعجابكم. فهلا ده صار دور بلال انه معلم ليك انا رايح على لا لا ما في ما في طلع من الغرفة تعال. والله يا شباب تشلحنا وما حدا سمع علينا. معي جزدان ولا بدونه؟ خلي جزدان الله يوفقك. خلي جزدان لك مو هذا من سوريا؟ اي فهمت جزدان. شو بدي من جزدان لك؟ انا بدي اللي فيه. عم يط ايدي عم ترشف المعلم لك. انا بساعدك. قلبي لك انا ليش تحديتك انا ليش تحديتك؟ مشان تخسر. اسمع على القبضة الجاية في تحدي جديد. كل قبضة في تحدي؟ الله اكبر. كل قبضة في تحدي. لا مو كل قبضة تاخذ وش ياك اثنين. انت فيك شو اسمه صعب التحدي يعني. شو احط لك بس نيد يعني تلعب بس نيد؟ والله بلعب نيدات. احلى شيء عندي نيدات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 10 دولار. شو لك ما عاد يزبط ما عاد يزبط. لا ال 10 دولار هلا مزبوطين العد ولا عدهم؟ هذول مزبوطين. افضى عينك ما فقرتها مني. بدك صار خرجيه كمان. خرجيه شهر وابعت خرجيه لاهلي. اصدقائي ان شاء الله بكون عجبكم الفيديو. اذا حدا منكم كمان حابب يتحداني معلم يكتب لنا التحدي تحت. انا رايح على البيت لا بعرفك لا بتعرفني. السلام عليكم. خلص تعال خلينا نخلص شو اسمه. بتمنى انه الفيديو نال اعجابكم. فإذا كنت أول مرة عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لتشوف كل شيء فيديوهات جديدة عنا وفيديوهات سابقة. وحط لنا تحديات إذا حدا منكم حابب يتحدى كمان مثله فاكتب لنا تحت بالتعليق ونشوف مين اللي حابب يتحدى مثل حكايتي. مو على المبلغ اللي أنت تحديتني فيه. قديشني ما نقولي أنا. إيه يلا روح. فيك تروح على البيت يعني الله معك ما عاد لي مصلحة. طلع كيف صار أدنيح مر وينلعب. خلص هو ما عاد اللي مصلحه معك روح. فهلا خليكم شو ما خليكم يلا والسلام عليكم.